فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، ثم من طريقة بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، نقرأ هذا القسم من العقيدة الواسطية. أولا، هذه العقيدة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر فيها أمور مهمة جدا، بل أن العلماء رحمه الله تعالى يعني يركزوا على حفظ هذه العقيدة، أنه كيف يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة ولا يعرف ما عليه أهل السنة والجماعة، وهي يعني على صغر الحجم فيها، فهي حوت فوائد كثيرة، بل أمور كثيرة متفرقة جمعها بكلام مختصر. تميزت هذه العقيدة، بل تميزت كتب شيخ الإسلام عن الكتب الأخرى، أن شيخ الإسلام ينتقي نصوص الكتاب والسنة وهو لا يتكلم إلا بها، فهو يتحرى دائما النصوص. يعني مثاله الآن، قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ لأن هذا الذي ورد في القرآن، فهو دائما ينتقي هذا الكلام. إمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتميزت هذه العقيدة بهذه الأمور. ونحن نريد أن نعرف الآن أمور أصبحت شعار لأهل السنة والجماعة، عرف بها حتى نأتي بهذه الأشياء. نعم، قال رحمه الله تعالى: ليس الإشكال في العلم، الإشكال في العمل. نعم، لا بد أن نتعلم أولا، ولهذا شيخ الإسلام قدم رحمه الله تعالى العلم، ثم أراد منك الآن أن تطبق هذه العقيدة. فنريد أن نعتبر هذا الدرس أنه درس عملي، تطبيق للعقيدة الواسطية. نعم، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. ثم من طريقة أهل السنة، من هم أهل السنة؟ هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها ظاهرا وباطنا. إذا سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرا وباطنا. والجماعة أي اجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ولم يفترقوا. إذا كل اجتماع يكون على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، هذا والله ليس باجتماع، وإن كان في الظاهر اجتماع، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذا لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم، طريقة أهل السنة والجماعة. نعم، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. نعم، باطنا وظاهرا، لابد أن تصلح الباطن، وبصلاح الباطن يكون صلاح الظاهر. باطنا وظاهرا، يعني لا يصلح يكون ظاهر حسن والباطن غير هذا، فاتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطن وظاهر. مثال الآن، يعني الآن في المعتقد، نعم، في مثلا الآن يصلي سنة الفجر ركعتين، فصلى في الظاهر ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الباطن مثلا اعتقد وجوب الركعتين، فهل وافق النبي صلى الله عليه وسلم باطنا؟ لا، فلا بد يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن في الاعتقاد. ولهذا كان أهل النفاق نسأل الله عليه السلامة، أي النفاق الاعتقادي، في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه موافقه في الظاهر، لكن في الباطن لم يوافقه، وافقه بالقول. نعم، أما بالاعتقاد لا. نعم،
فمن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ولأن البعض يقول يكفي الظاهر الباطن، سبحان الله، لو صلح الباطن لابد أن يظهر هذا على الجوارح. نعم. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. المهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والذي يعني يسب الصحابة رضوان الله عليهم، تسأله هل أنت من المهاجرين؟ إيش يقول؟ أي إنسان يسب الصحابة رضوان الله عليهم تسأله هل أنت من المهاجرين؟ إيش يقول؟ يقول لا قطعا. هل أنت من الأنصار؟ لابد يقول لا قطعا. صح؟ تمام. تقول وأنا أشهد أنك لست من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فما يمكن. إذن هو لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم. إذن لابد من يأتي بعض الصحابة رضوان الله عليهم أيش يصنع؟ يترضى عنهم ويذكرهم، ما لا يذكرهم إلا بخير. نعم. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول. نعم، اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، عليكم أيلزموا، عليكم بسنتي أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن نتمسك بهذه السنة والطريقة بكل ما أعطانا الله من قوة، وبقدر التمسك بالسنة والسير عليها في الدنيا يكون السير على الصراط بإذن الله تعالى. نعم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. وإياكم أيحذروا من البدع والمفارقة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. نعم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، كل بدعة ضلالة، هذا عام، ولا يمكن أن يكون لدينا بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعم، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. أصدق الكلام كلام الله. فإذا جاء إنسان وأخذ يتكلم مثلا في نفي الصفات عن رب العالمين، نسأله هل أنت أعلم أم الله؟ إيش يقول؟ لابد يقول الله. هل أنت أصدق أم الله؟ لابد يقول الله. هل أنت تريد هداية الخلق أكثر مما أراد الله؟ لابد يقول لا. هل أنت تستطيع أن تأتي ببيان وفصاحة أكثر مما تكلم به الله سبحانه وتعالى؟ لابد يقول إيش؟ لا. إذن ارجع إلى كلام الله. ثم نسأل هل أنت أعلم أم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ يقول الأنبياء أصدق. لا، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هل أنت تريد هداية الخلق أكثر مما أراد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ لا. هل تستطيع أن تأتي ببيان وفصاحة أكثر مما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ إذن لماذا ترجع للمتهوكين والحيارة وتترك كلام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ نعم. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الميزان الذي يوزن ما يأتي به اليوم الناس، أي إنسان يأتينا بشيء دعاء وقال هذا، وتعرف الآن عبر وسائل الجوال يأتينا بعض الناس وقال والله عندي دعاء كان يدعو به فلان ابن فلان عالم من الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا رحمه الله. نقول عندنا ميزة نزن به هذه الأشياء، فلان يصنع كذا، فلان يدرس على طريقة كذا، فلان يلبس على طريقة كذا، فلان يمشي على طريقة كذا، فلان يصنع. نقول عندنا ميزة، ما هو؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان عندنا دعاء لشيخ الإسلام ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، نقدم أي دعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء قال والله عجبتني طريقة فلان في التدريس، تمام، نقول أيهما أفضل في التعليم؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في نواقض الإسلام أن من اعتقد أن فلان من الناس هديه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مساوي، هذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما يأتي عن الناس نعرض على هذا الهدي، وافق عملنا به لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا مردود كائنا من كان. ولهذا تأتيك اليوم بعض الرسائل يقول والله فلان هذا دعاء وكذا ومجرب، نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال طريقة للتدريس، نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال التمثيل مثلا، تمثيليات يسموها إسلامية، قال التمثيل والله مفيد، وطريقة للدعوة نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أشيد نقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الميزان يوزن كل ما يأتي به الناس، نزن بهذا الميزان. فلو وزننا بهذا الميزان كنا حقا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. نعم، يعني إذا جاء دليل من كتاب أو من سنة ما يمكن تقدم أحد. ولهذا صح عن الأئمة رحمهم الله إذا صح الحديث فهو مذهب، لا يمكن يقدم أحد. فالرجل إذا كان حقا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم تذكر بالله، تأتي بكتاب بآية من كتاب الله بدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ولا بد. أبو مسعود، ليس ابن مسعود، أبو مسعود رضي الله عنه قال كنت أضرب غلام لي عبد، هذا أبو مسعود يضرب هذا الغلام، قال فسمعت صوتا من خلفي يقول لله أقدر عليك من قدرتك على هذا، لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي يذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتكلم كلمة، قال يا رسول الله وحر لوجه الله. فإذا كنت حقا من أهل السنة والجماعة، إذا ذكرك إنسان وقال اتق الله، تقول اللهم اجعلنا من التقين، انتهينا. مفهوم؟ هذا هو. قال ويؤثرون، يعني ما يمكن يقدم كلام أحد على كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وهذا تقدم. نعم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب لأنهم يقدموا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدموا عليها شيء. نعم. وسموا أهل الجماعة، سموا أهل الجماعة لماذا؟ لأنهم اجتمعوا ولم يتفرقوا، اجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. ونحن عندنا مواضع نجتمع فيها، نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى، على نبي واحد عليه الصلاة والسلام، على شريعة واحدة، نجتمع في كل يوم 5 مرات، في الجمعة كل أسبوع، نجتمع في العيدين، في عيد الفطر، في عيد الأضحى، الأمم الأقاليم تجتمع في الحج، اجتماع لا افتراق، لكن اجتماع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نعم. لأن الجماعة هي الاجتماع، الجماعة هي الاجتماع، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب من لديهم فرحون. نعم. حتى في الطعام الاجتماع يكون فيه بركة، حتى في الجلوس في المجالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من هذا الافتراق في الجلوس في المجالس، وقال إنما عملكم هذا من عمل الشيطان. نعم. وضدها الفرقة، وضدها الفرقة، ولا يمكن أن يكون في الفرقة خير. نعم.
وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم. والإجماع هو الإجماع لغة هو العزم والاتفاق. الإجماع لغة العزم والاتفاق. قال إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، قال لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. هذا الزمخشري رأس المعتزلة، رأس من رؤوس المعتزلة، ركب على البعير قاصدا الحج وأردف خلفه والده. عندما أقبلوا ورأوا، أوقف دقيقتين، أوقف، أقبلوا ورأى الوالد جموع الحجيج، خاف على ولده فقال: يا ولدي، أما تخشى، أما تخاف أن يكون هؤلاء خصومك يوم القيامة؟ أنت الوحيد على الاعتزال، على الضلال، يعني والده يخالفه، يخوف بالله. قال: والله ما أخشى ولو كان شق البعير. من شق البعير؟ والده. يقول حق. لكن أدب في الكلام، لكن الصلاة والسلام عقيدة فاسدة. فقال: حتى لو أنت مخالف، لكن لا يستطيع يقول أنت، قال: حتى ولو كان شق البعير، يعني حتى أنت، لا، هذا دين. ثم أنشد، قال: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعه، كل جمع مؤنث. تقول: جاء الرجال وجاءت الرجال، يعني جماعة الرجال، جمع تكسير، مفهوم؟ هذا وهو عن الضلال. فبالك إنسان على الحق، ها؟ تخفى؟ لا، نعم. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نعم، عندنا كتاب والسنة والإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. اتفاق خرج بهذا، وجود اختلاف لكن مستقل، اتفاق مجتهدي خرج بهذا. العوام وأهل التقليد هذا لا بال به، اتفقوا اختلفوا، ما لهم علاقة، مفهوم؟ هذه الأمة خرج بهذا إجماع الأمم السابقة، لا انظر إليه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذا ما لو اجتمعوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إقرار. إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا إقرار من الله، وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أقر، وإلا إن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. على حكم شرعي، ما لو اجتمع على حكم عادي أو حكم، يعني يقول مثلا أنه ما يمكن السفر من دون جواز السفر مثلا، يعني هذا ليس بإجماع أصلا. نعم، امشي. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، يعني جميع ما عليه الناس بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. نعم. والإجماع الذي ينضبط، لأننا عندنا إجماع يمكن ضبطه ويمكن حصر العلماء فيه، وهو ما كان عليه السلف الصالح، يعني القرون المفضلة الثلاثة. لماذا؟ لأن بعد هذا القرون المفضلة الثلاثة ما نستطيع جمع العلماء ونقول وندعي أنهم اجتمعوا، مفهوم؟ إذن الإجماع الذي انضبط ما كان عليه السلف الصالح، القرون المفضلة الثلاثة. نعم. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. وانتشرت الأمة. نعم. أنا في النسخة عندي وانتشر في الأمة، أو انتشرت الأمة الصح هذا. انتشرت الأمة بعده. نعم. نعم. ثم هم مع هذه الأصول. ثم مع هذه الأصول ماذا؟ نعم. يأمرون بالمعروف. يأمرون بالمعروف. يأمرون بالمعروف، يعني لم يتركوا الأمر بالمعروف. وهذه الأمة استحقت أن تكون أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ قال: تأمرون بالمعروف و
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، لكن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كيف؟ قال على ما تقتضيه الشريعة. أنه قد يكون الأمر بالمعروف ليس أمرا بالمعروف، فضيحة. هناك فرق بين الفضيحة والنصيحة. نعم، لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على وفق الشريعة. نعم، وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني ليس على خلاف الشريعة. إذا لابد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال أعرابي في المسجد قال لا تزرموا، تكلم معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه في الصلاة قال فوالله ما زجرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كان قبل هذا أذنب وأصبح بعد الذنب طالب علم، قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وأتانا الله بهذا الإسلام، بدأ يتعلم. أي نعم، وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. لماذا؟ لأنه رأى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة. نعم، ويرون إقامة الحج ويرون إقامة الحج، ما يمكن نترك الحج وإقامة الحج. ومنذ أن حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يتوقف الحج ولله الحمد. وقبول الحج لا يتعلق قبول الحج إلا بما نعرف من شروط الحج وأركان الحج. أما الإمام أنه لابد يكون خلف معصوم وخلف كذا وخلف كذا، هذه ليست من شروط الحج. نعم، يرون إقامة الحج والجمع والجماعات خلافا للمخالفين لأهل السنة. نعم، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، ويحافظون إنه ليس له علاقة، الخليفة ليس له علاقة سواء كان بار أو فاجر، ليس له علاقة بصحة الحج. نعم، ويحافظون على الجماعات، يحافظون على الجماعات. وقد تقدم معنا صلاة الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة والعيدين وغير هذا. نعم، ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون يعني يعتقد أهل السنة والجماعة أن النصيحة دين يتقرب به لله سبحانه وتعالى. النصح، نصح لكل مسلم، يعني ترى من أخيك شيء اخطأت وتنصحه، تعتقد أن هذا دين يتقرب به لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك أنت مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. يدينون يعني يعتقد أهل السنة والجماعة أن النصيحة دين يتقرب به لله سبحانه وتعالى. نصح يعني ما يمكن ترى من أخيك شيء وتترك هذا النصح، لكن النصح يكون على ما توجب الشريعة. نعم، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا هو، إذا لابد أن نتعاون، لابد أن نتفق، لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نتناصح ونكون يد واحدة. نعم، وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، إذا ما يمكن أن يكون عندنا عضو ويبقى باقي الأعضاء لا تساعد هذا العضو أو لا تشعر به، إذا لابد نكون أمة واحدة، نتراحم، نجتمع، نتناصح، وبهذا تسير الأمة. نعم، ويأمرون بالصبر عند البلاء، يأمرون بالصبر عند البلاء. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. يأمرون لأن الصبر عند الابتلاء واجب بإجماع الأمة، ولهذا يأمر به. نعم، والشكر عند الرخاء، الشكر عند الرخاء
لأن ليس الإشكال حال الضراء، لأنه في الغالب حال الضراء الإنسان يلتجئ إلى الله، بل الكفار على ما كانوا عليه من الكفر والضلال إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الإشكال كل الإشكال حال السراء، وقليل من عبادي الشكور يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فلما رآه مستقرا عنده وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، شكر عند الرخاء. نعم. والرضا بمر القضاء. إذن عندنا حلو القضاء وعندنا مر القضاء، لابد أن ترضى بالقضاء والقدر خيره وشره. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق. يدعون إلى مكارم الأخلاق. يقول بعض العلماء رحمهم الله لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الأعداء، عامل الكفار بحسن الخلق، لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه. أي نعم، وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلق القرآن. وإن المسلم ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، يعني بحسن الخلق تدرك درجة الصائم الذي يصوم ولا يفطر، والقائم الذي يقوم الليل ولا ينام. بماذا؟ بحسن الخلق. ثم الكلمة خارجة منك خارجة صح، يخش عليها تخرج كلمة طيبة، لماذا تجعلها تخرج كلمة قبيحة؟ صحيح. يدعون إلى مكارم الأخلاق. نعم. ومحاسن الأعمال. محاسن الأعمال، يعني الآن مثلا يأتي ويريد الحج، يختار إيش؟ يقول عندنا تمتع وإفراد وقران، يأتي بأعلى شيء، مفهوم؟ أي نعم. يعني عندما يأتي يريد يصلي، قال تصلي ماذا؟ قال صلي صلاة الظهر. صلاة الظهر لها سنة راتبة، سنة قبلية وسنة بعدية. قال أعلى الأعمال إلى المكان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أمشي. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، وبهذا نعرف أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. ويندبون إلى أن تصل من قطعك. الله أعلم خطأ هذا. نعم. يقول تصل من قطعك، المفروض تصل من وصلك. لا، ليس الواصل بالمكافئ، تصل من قطعك، لأن عندما تصل من وصلك أنت تكافئ الآن. تصل من قطعك، يعني هذا أقرباء يقطعوه ولا يكلموه، قل والله ما أكلمه. لا، من أهل السنة نعم طبق، تصل من قطعك، أما تصل من وصلك لا لا، ها أنت تكافئ الآن، مفهوم؟ فلا يأتي إنسان يقول أنا من أهل السنة وبعد هذا إيش يقطع. لا، ليس معنى هذا أنه يخرج يعني يكفر، لا، لكن لابد يطبق هذا، تصل من قطعك. نعم. وتعطي من حرمك. لا نعم، لأنك لو تعطي من أعطاك معنى هذا أنك تكافئه، لكن تعطي من حرمك. نعم. وتعفو عن من ظلمك. تعفو عن من ظلمك. العفو لابد له من شرطين، الأول يكون عن قدرة، والثاني يراد به الإصلاح، يكون عن قدرة. يعني مثلا هذا الشيخ يعني قدر الله عليه وظلم أمير من الأمراء، فهذا جاء للأمير قال يا أمير عفوت عنك، يقول لأنك جبان ما تستطيع تصنع شيء، صح؟ أي نعم. لكن لو الأمير قال لهذا ترى عفوت عنك، يقول جزاك الله خير، هذا عفو لأنه قادر، صح؟ أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كفار مكة. الثاني أن يكون يراد به الإصلاح، لأن هناك عفو يراد به الإفساد. فهذا الشيخ اطلع على طالب هدانا الله إياه لديه متفجرات، وقال لا تبلغ عني عفو عني، قال عفوت عنك. طيب عفوت عنك بكرة ممكن يفجر أهل السنة كاملة، صح؟ أي نعم، ما يصير، هذا يراد به الإفساد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. ويأمرون ببر الوالدين. يأمرون ببر الوالدين،
للقطيعة، والبر يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع. نعم. وصلت الأرحام. وصلت الأرحام، نعم. وحسن الجوار. حسن الجوار لأن الجيران ثلاثة، جار مسلم قريب، له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار كافر له حق واحد، حق الجوار. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى نارهم، الأصل أنه ما يكون بجوار الكافر. نعم. والإحسان إلى اليتامى. الإحسان إلى اليتامى، اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، مات أبوه ولم يبلغ، بلغ ليس بيتيم، ماتت العائلة كاملة إلا الأب، هذا ليس بيتيم. نعم. والمساكين وابن السبيل. نعم، إذا أطلق جاء عندنا ذكر المساكين فيدخل فيهم الفقراء المساكين. والمسكين هو الذي أسكنته الحاجة، الفقير لا يجد شيء أو يجد أقل من نصف العام، والمسكين هو لا يجد ما يكفي للعام كامل لكن يجد أعلى من الفقير، يعني أجد أعلى من نصف العام. مثال يعني هذا يقول أنا تكفيني نفقة في هذا المكان 12,000، هذه مدة كم؟ سنة. لدي 12,000 فهو إيش؟ غني، مفهوم؟ طيب لديه 7,000 يتبقى عليه كم؟ 5. إذن هذا مسكين. لديه 5,000 يتبقى عليه 7,000 فهو لم يجد شيء، فهو فقير. نعم. وابن السبيل. ابن السبيل نسب، لم ينسب إلى الأب، نسب إلى الطريق لأنه خرج عن بلده، قد يكون في بلده غني لكن هو عندما خرج عن بلده الآن أدركته حاجة فنسب إلى الطريق إلى السبيل. نعم. والرفق بالمملوك. كل مملوك ترفق به سواء كان من العبيد، من الجواري، من الحيوانات، من البهائم. نعم. وينهون عن الفخر. وينهون عن الفخر كما يفخر بعض الناس بالأحساب، وهذا من أمر الجاهلية، يقول أنا من آل البيت، أنا كذا وأنا كذا، مفهوم؟ أي نعم. والخيلاء. والخيلاء، نعم. والبغي. نعم. والاستطالة على الخلق. والبغي لأن الكبر قال غمط 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 الحق وظلم الناس، فيرد الحق ويظلم الناس، هذا متكبر، نسأل الله عافية السلام. نعم. والاستطالة الترفع على الخلق، لكن قال الاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، لأنه لا يوجد عندنا استطالة وترفع على الخلق بماذا؟ بحق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن والإثم والبغي، قال إيش؟ بغير الحق. لماذا قال بغير الحق؟ هناك بغي بحق؟ لا. ولهذا ذكر لك هنا المؤلف رحمه الله قال البغي بحق وبغير حق، كله بغي ولا يصح. أراد أن يشرح الآية وأراد أن يبين لك أن الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، أراد أن يبين أن هذا هنا في الآية يسميه العلماء صفة كاشفة تكشف لك البغي، أن كل البغي بغير حق، مفهوم؟ نعم. وأن تشركوا بالله. طيب قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هل يوجد شرك أنزل الله به سلطان؟ لا، هذا يسميه العلماء صفة كاشفة لا مقيدة. نعم. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، لم يقل حسن، بمعالي الأخلاق. نعم. وينهون عن سفسافها. نعم، لا بالفعل ولا بالقول ولا بالاعتقاد. نعم. وكل ما كل هذا الذي يأتي به للسنة والجماعة من أقوال وأفعال واعتقاد. نعم. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة لا مبتدعون،
فهم في هذه الطريقة يتبعوا الكتاب والسنة وسيروا على ما جاء في الكتاب والسنة. وقلنا هذا الميزان أصلا. نعم، لأنه بعض الناس قد يقول لك الآن لا، المفروض تصنع كذا، تغير الوضع، تغير الزمن، تغير كذا. نقول لا، إحنا نتبع ولا نبتدع. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخاص عن الشوب، الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. نعم. وفيهم الصديقون. وفيهم الصديقون والشهداء. واحدة. نعم. الصديق هو الذي يصدق أولا مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده، ثم يصدق مع عباد الله أنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعدهم قلنا أبو بكر رضي الله عنه لأنه هو الصديق رضي الله عنه. الصديقين والشهداء، إما شهداء المعركة أو العلماء. علماء شهداء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والصالحون هم الذين أصلحوا ما بينه وبين الله بفعل أوامر واجتناب النهي، وأصلحوا ما بينه وبين عباد الله ما تعدوا على العباد، هذا صالحون. خلاص. طيب، فالصديق صديق وشهيد وصالح، والشهيد شهيد وصالح، والصالح صالح. مفهوم؟ نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى. نعم. ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. نعم، فيهم الأبدال، يعني هؤلاء من يجدد لهذه الأمة. ونحن نعلم قطعا أن المعصوم من عصم الله أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام فقط، لكن هؤلاء علماء يجددوا يعلموا الناس. نعم. ولا يلزم أن لا يكون، ولا يلزم أن يأتي بعض الناس يقول هذا مجدد واحد، قد يجتمع أكثر من مجدد ولا إشكال. نعم. نحسبهم كذلك، والله حسيب ولا يزكي على الله أحد. نعم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. أولا، الطائفة والفرقة شيء واحد، ناجية من عذاب الله في الآخرة وناجية من بدع الهواء في الدنيا. وهذه الفرقة ليست، أو الطائفة ليس لهم، يعني غير مخصصين لا بقبيلة ولا بعشيرة ولا بمكان ولا بزمان. هؤلاء لديهم عمل، اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه السلف الصالح، يخذلون ويخالفون. ولهذا لو جاءنا بعض الناس وقال والله يا خذلني أصحابي خالفني، يقول الحمد لله، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يخذلون ويخالفون. طيب، حتى تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأن لا تقوم الساعة نصر عليه السلام إلا على شرار الخلق. نعم. الآن انتهى المؤلف من العقيدة، هذا هو شيخ الإسلام وألف في عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد هذا إيش يقول؟ نسأل الله أن يجعلنا منهم. سبحان الله، وهو من ها؟ لماذا أقول بعد أن يؤلف في العقيدة وهو شيخ الإسلام يقول نسأل الله أن يجعلنا؟ لماذا؟ أراد أن يتبرأ من حوله ومن قوته. ومن قال أنا الشيخ الإسلام وأنا العالم الرباني السلفي أسد المنابر الخطيب المسقع وكذا، مثل ما يصنع بعض الشباب هدانا الله إياه. ما يمكن أن تتبرأ من طريقة السلف. الذي يتبرأ من طريقة السلف قال هذا استتاب، لأن السلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لفاطمة رضي الله عنها قال: ونعم السلف وأنا لك. فإذا قال
أنا بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، أنا أسير على طريقة السلف، ما في إشكال، بل ما يمكن أن أتبرأ من طريقة السلف. أما يقول أنا السلفي وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، عشب الغرور، لا. أو يقول لك بعض الناس يقول إذا أنا لست بسلفي لا أدري من السلفي مثلا، ويقول أعرف السلفية قبل أن تولد، وأنا سلفي أبا عن جد مثلا، أو قح أو كذا، لا. هذا شيخ الإسلام، وانظر ماذا يقول بعد أن ألف في معتقد أهل السنة والجماعة، وهو شيخ إسلام إمام شهادة الأمة له بالتقوى والصلاح، يقول نسأل الله أن يجعلنا منه، تبرأ من حوله ومن قوته. نعم، نسأل الله أن يجعلنا منهم آمين. نعم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. نعم، وكما صلى في أول الرسالة صلى في آخر رسالة وحمد الله سبحانه وتعالى. نعم، ودعا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم.